لي عظيم الشرف أن أستقبل الوفد الصحفي لوكالة أنباء المغرب العربي في إم 24. نحن في مجال داء السل وفي العصبة المغربية لمحاربة السل وفي العالم كله نعتمد أساسا على الإعلام، فالإعلام يلعب دور أساسي في محاربة هذا المرض الفتاك الذي فتك بالبلايين منذ أن خلقت، وهو صديق للبشرية منذ أن خلقت، وهو مرض الفقر والهشاشة. هذا مرض يتبع الفقر والهشاشة، وبدرجة ثانية عندما يكون هناك ارتباك أو ضعف للمناعة هذا المرض يكون حاضرا بقوة. كما تعلمون هذا المرض عنده أعراض متعددة، ولكن جلها يمكننا أن نلخصها في الأعراض التالية، وهذا في حد ذاته شيء أساسي. أرجع لأقول دور الصحافة هو دور أساسي، لأن هذا المرض كيلزم فيه التحسيس والتوعية والمرافعة، التحسيس ديال الناس، لأنه كاين الوقاية أساسية وضرورية وتكون لها نتائج إيجابية جدا. الوقاية لأنه حتى دخل فيها ملي كيكون هناك التحسيس والتوعية، كان المريض كيحس براسو عنده المرض وكيمشي للمراكز المراكز ديال التشخيص ديال داء السل والمداواة ديالو والأمراض التنفسية، وكيكون هناك متابعة، وكيمكننا ناخذ هذاك المريض في واحد الوقت مبكر، التشخيص مبكر اللي هو عنده واحد الفعالية مهمة جدا. أما إذا جاك المريض في مرحلة متقدمة كيمكن ما عندك ما دير ليه. أنا هذا الأسبوع يوم الجمعة اللي فاتت شفت حالة جاتني من الرباط من المدينة، وشفتها أتيتر بينيفول، حالة متقدمة جدا، السيدة مريضة مسكينة والطامة الكبرى أنها كانت خدامة في السويسي وعندها الرئتين كلهم كلاهم داء السل. الحالة ما عندك ما دير لهم، يعني حالة متقدمة جدا، لأنه يجب أن أنا أشبه داء السل بحال واحد النار، واحد الهشيم ديال النار، كل ما طفيتيه في الأول وكاين الوسائل فعالة جدا ومتوفرة باش نطفيوه باش القضاء عليه في المراحل المتقدمة المرحلة الأولى ديالو، وهذا كيرجع للتشخيص المبكر والمداواة المبكرة والفعالة، وكيكون النتيجة إيجابية جدا، لأنه النتيجة ديال مداواة داء السل كتكون ناجحة بواحد النسبة ديال تفوق بكثير 80%. الأعراض ديالو كما قلنا هو كيكون واحد النوع واحد الارتفاع طفيف ديال درجة الحرارة، وكيكون أغلب الأحيان في ذاك الحوالي المغرب، ملي كتقرب المغرب كيكون التعرق، كيكون الارتعاش، كيكون السعال، كيكون معاه البلغم اللي كيتجاوز واحد المدة ديال 15 يوم، هذاك البلغم كيكون متغير في لونه إما أصفر أو أخضر، البلغم هو التنخيمة، أو كيميل اللون ديال الحليب، بعض المرات أحيانا كتكون فيه آثار أو الدم بشكل واضح، كيكون واحد الحالة ديال العياء كبير، كيكون فقدان الشهية، وكيكون فقدان الوزن، والسيد كيكون عيان باغي غير يجلس غير يرتاح. هادو أعراض اللي خص الناس يتوعاوهم ويفهموهم، وإلا لاحظوهم فيهم أو في شي واحد من الأشخاص ديال المحيطين بهم من العائلة أو من المحيط ديالهم خصهم ينصحوه باش يمشي لسيدي تيمير المراكز ديال التشخيص، لأنه المداواة والمعالجة هي مجانية. الحالات ديالنا الحالة الوبائية في المغرب مرتفعة، حنا المغرب تقريبا ثلاثة المرات نسبة الإصابة لانسيدونس، حنا النسبة ديال الإصابة ديالنا هي تفوق 90 في كل 100,000. دول المحيط حنا المعدل ديال ثلاثة المرات المعدل ديالهم ما يقارب هذا، يعني ملي كنقارنوا راسنا مع دول المحيط النسبة ديال الإصابة ديال المغرب مرتفعة. كما جاء في سؤالكم أنه نسبة 80% من الإصابة ديال هذا المرض في هوامش المدن الكبرى، وحسب النسبة المئوية طنجة هي الأولى، وحسب العدد لو شيفر أبسولي الأرقام الدار البيضاء هي الأولى، لأن الدار البيضاء مدينة كبيرة، كاين عندنا طنجة، الدار البيضاء، المنطقة الجهة ديال سالة، رباط سالة قنيطرة، عندنا فاس، عندنا مراكش وعندنا اكادير، هذه هنا متمركز النسبه الكبيره. علاش كاين في هذه المدن هذه في هذه المناطق هذه المدن بالضبط،
والنسبه ديالو قليله في البوادي، لان البوادي الظروف ديال السكن والتهويه والشمس موجوده متوفره، وبالتالي كيكون المرض ضعيف جدا، نسبه الاضافه نسبه الاكل الاكل طبيعي وبيو. وبالتالي هنا في هذه المناطق هذه كتكون عندنا الهشاشه، الفقر، ظروف السكن غير لائق اطلاقا، ظروف التهويه ما كايناش، ظروف التشميس ما كايناش، وحتى التغذيه ما كتكونش متوازنه ومتكامله، وبالتالي هنا كيكون هذه نسبه المرض. اعطي مثلا كاين في بعض الاحياء كمثال، بعض الاحياء مثلا فاس داك شارج قناوه باب مفتوح الى اخره، هذوك النسبه ديال الاصابه فيهم تفوق 400 اصابه في كل 100000، راه اربعه المرات ولا خمسه المعدل الوطني. وبالتالي الى ركزنا الجهود ديالنا على هذه المناطق هذه وعطيناها الاهميه الكبرى، غير سته ديال الجهات في المغرب، سته ديال الجهات في المغرب، غادي يكون غادي نسطحوا ان شاء الله نقضيوا على هذا المرض. كاين الطموح ديال المغرب بقياده جلاله الملك نصره الله انه نقضيوا على هذا المرض هذا في افق 2030 ونهائيا في افق 2050. لا كانونس اللي غاديين بها دابا ما يمكنش نوصلوا، لانه كيهبط المرض ولكن بواحد النقطه او نقطتين، في حين الا بغينا نوصلوا لهذ الارقام خصنا نهبطوا بواحد النسبه ديال كتجاوز 15 نقطه سنويا، وهذا الشيء كيتطلب واحد المجهود جبار ومجهود من 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 واحد من عده جهات اللي خصها هنايا اللي كتدخل. اولا وزاره الصحه هي المسؤول المباشر، كتوفر الاطباء، كتوفر الادويه، كتوفر وسائل التشخيص، ولكن كاين تراجع في هذا المجال، لانه حاليا كاين نقص في الاطباء في الممرضين اللي في هذا المجال، وغادي يكون نقص حاد في السنوات المقبله، لان واحد المجموعه ديال الاطباء اللي غادي يمشيو يتحالوا على التقاعد وما يمكنش يكون التعويض ديالهم، وهنا غتكون حاله اللي هي اصعب. كاين مثلا لاحظنا في هذه الفتره الاخيره خاصه بعد كوفيد، قبل كوفيد ما كانش هذا المشكل، وكاين تعثر او انقطاع بعض المرات في التزويد بالادويه، خاصه ماده لينياش واللي كنعطيوها في الدواء الوقائي، مع الاسف كذاك البروتوكول تغير. كاين حتى في وسائل التشخيص، لان في وسائل التشخيص مثلا معهد باستور ما كيكونش عنده هذوك لي ميليو دو كولتور فين كنديروا الحضانه ديال ذاك البيكا، لان ملي ما كيكونش ظهر التنخيمه مباشره كنديروا له الحضانه اللي كتاخذ واحد ما يناهز 50 يوم، ما كاينينش. كاين قلنا المشكل ديال التاطير الى اخره، كاين مشكل اعوص من ذلك، مثلا غادي نعطي مثال ديال الدار البيضاء، الدار البيضاء مدينه المليونيه ما عندهمش فين ينعسوا مريض واحد، والمريض ديال داء السل كباقي الامراض كيمكن له يدير مضاعفات اللي كتطلب الاستشفاء، كيمكن له يدير ان بنوموتوراكس، كيمكن له يدير ان بلوريزي، كيمكن له يدير ان بلوريزي بيريلونت، كيمكن له يدير لك يتنخم الدم، كيمكن له يدير مضاعفات على مستوى الكبد، لان الادويه اللي هذا كيدير مضاعفات حساسيه، وهذا الشيء كيطلب بالضروره الاستشفاء ديال المريض، ما عندهمش فين ينعسوا مريض واحد. جلاله الملك المغفور له الملك الصالح سيدي محمد الخامس بسياسته الراشده كان عطى في كل مدن المغرب، حول مؤسسات اما عسكريه او مدنيه الى مستشفيات، واللي عطات فعاليه كبيره، ومشينا في واحد خطوات ثابته وخطوات ناجحه في الستين في اواخر الخمسينات والستينات الى اخره، مشاو السبعينات كان عندنا كل مدينه فيها مستشفى ديالها. نعطيو كمثال فاس كان عندنا السبيطار ديال باب الحديد ديال بنو الخطيب، مكناس كاين مولاي اسماعيل، سيدي سعيد، الرباط كان مولاي يوسف، الدار البيضاء كان 20 غشت، الجديده كان سيد العياشي، التطوان بن قريش، كان مستشفى ديال بن صميم، مستشفى ديال بن حمد، كان مستشفيات في المغرب كله، مع الاسف بسياسه عوجاء تحت واحد المبرر اللي هو واهي، لانه الدواء ما بقيناش كنعطيو لا ستريبتوميسين اللي هما حقان، كنعطيو دابا غير الادويه على شكل حبوب، وبالتالي قال لك نسدوا هاد المستشفيات وسدوهم وعرضوا الناس لكوارث كبيره. كانت عندنا
العصبة المغربية كانت كتوصل من الدولة المغربية، العصبة المغربية لمحاربة السلف كانت كتوصل من الدولة المغربية ما يقارب واحد 6 مليون ديال الدرهم سنويا، اللي كانت كتوزع على المرضى باش كيحسنوا الوضعية ديالهم، التغذية، الوضعية ديال العائلة ديالهم، لأن هادو ناس فقراء باش ما يكونش لابوندون دو تريتمون، الناس ما يسمحوش في الدواء، ويكون حتى لأن حتى الأكل هو نوع هو داخل في إطار الدواء، ملي كتحسن له ظروف السكن والأكل ديالو راه كتساعدو باش يتشافى في أقرب الأجل. مع الأسف هادشي ما بقاش، وهادشي خص يجب إعادة النظر فيه، خص يجب فتح إعادة فتح مراكز لإيواء المرضى. عندنا المرضى ديال اللي عندهم السل المقاوم للأدوية ام دي ار والاكس دي ار، هادو امراض هاد الحالات عندنا كاينين في المغرب، ومع الاسف كيدوروا في الشارع وكيعديو ناس بهذاك الميكروب اللي هو مقاوم للادويه، كيكون من النهار الاول تعادى بواحد البيكه اللي هو مقاوم للادويه، وبالتالي كخصك تدوز الادويه اللي هي اغلى وكتكون اصعب على الذات وكتكون حتى المده اطول، وهذا الشيء كيخلق معاناه كبيره للمرضى.